رجينا يلي حتى دوكرا ينسان كبدانين إنك استوى موضوعه إنت كبدان ومديه حالي وحان كسو هذا اللي نورا شي موضوعها لماذا هذا الموضوع وقت كان موضوع عن محان أغهر ليا سواشا حالي وحان كسو جوابي قفك الجواب تدو باها دي بغن قندونا عرفتنا وحي لهذا بغالك مكو دمادو إذا جرى الغبار بو بو بوركي دبيشي كعلى دغال كما كي دماتو بالا غرتا اتحتك فرسنا حمار وحصارت ايما فرس با سو دمر وحبلا وحد اوغان دونتان مكا حقيقه تابنو با هرت اوغان دونتان وحن كهدلينا مدد مسلمين امس مسلمين ماها او وحن كهدلي دولا ان شاء الله تعالى انا حري وحوغي اريغا شيعة معنيه سيكا كوحان يا تاريخان سي أقيم سمين يا قيمها دوني إن أنكه الله وحكت المامي بعاو عشاء الله تعالى وحنكه الله يا أساسهان لبا أرهموت أما لبا كوحوت هديش تعطيه كوحنا صدحات بان قيب كميدة بالله بدو لبا قيبو دين كه الله يوحاوي فكر كان عقديهان ما دام السبب لو إن صدح ير يرو استن صارا قيب تكوبات بان كه الله دونا فكر كا السبب إيكو يا الكيسانية إني من لب حي وكدي بيجوا علن كقاضي يقول أكدم بيسوس الدحاد وكيسانية دي أي وحب سيبتي ويغنى لديه شري المختارية صدح دوا وحي أهايان قرنجي بقوك سنة أغريبة أهايان أغور ريسي وحين صاني رحالي سيدا لو هذا اعتراف سيء أما أهل سنوه أي راهدين أما قرار الشيعة اللفتوذو أي رميسي هنا يقرر أن كتاب طرد الرجل المتقدمين تا قرن جس الدحادي قرن جا أفراد كتب طرد أي قرر أساس كفكر كان شيعة هدى لا يراه ذو وحا أساس ولا حد جاي عبد الله بن سبا وحنا حال إسلام عبد الله بن سبا نفر يمن وها حل الخلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه دت كين إسلامين شكتيب وها بلد كيسو من بني إسرائيل وها نقن كيسا يقود يا قاران وحوها من غير يمانيد وقال غير حمير ليلى كترسن وعربت الله امرك اللوقي بيا عرب العاري واصل كود عرب هاي يا عربت رقدتك عرب تفكر نقضي ومستعربا ليلى دور نبي اسماعيل كو ابترسلا غير حمير يقو معها قال اسماعيل كو ابترسلا وقال كاريل عرب العاري بالليلى هذا وحمد امرك اسلامي وحو كاقي قاتي شمتي سنة يدوكي سنة يودن بيسي كعدونكي يددكي برع دهاية دلي الخليفة الزاهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يسري الله بنين وكالاتنا وحيا هاي قنديقي الله فنبركي سواء أساسي كعدونك كسوك عي عراقي مصر هذا كيسيو تشيدي سنة أي أهيد إلا دل عثمان مرك عثمان أي دلي وحاول الله فنبر الله بقضب مرك كواد وحيده عثمان عمر وكهر ريي يا أبو بكر وكهر ريي وحي هاي نمن ظالمين نمن شريعة الدمينتي هذا أقصدي وي نمن عن مسلم هاين ومسلم نمي اسكو قارنا يي هاي وعمر يا أبو بكر يا عثمان بي كهر ليان صاف درت بي خلافة علي النبي يكذب علي بالها ويحوين ومسألة آخر كدما داري دونتا قرآن قل لحلن جسب وهاي سد جزء عمر يا أبو بكر يا عائشة حفصة قبي مسألة بلد دون توي هذا أصول عقيدة ولا كملة وقت جانا نشوفنا لكن ما كان سوق جرنا كهل دونا إن شاء الله تعالى مدى لواري عثمان أيها يستين با وحياة كل شيء جين إن أي عدى السنة جين استغى إنه عثمان قالوا بي ودين تكبح لي جيسنا حلالية وكي يمادين وكي مدينة لجوزومي وكي عثمان قري الله ودعى وكي عثمان الذي رضي الله عنه وارضاه وكي دفك دور من بين لك المين كذب طلحة بن عبيد الله بين لك المين وحيدا ينحون كقبو كديري زبير بين لك المين وحيدا ينحون كقبو كديري ملك دنبع علي بين سوقبتين وحيدا هنا محقون كمسلمين تواب قبا أما وكدرينا علي رضي الله عنه وارضاه قفك أبا هو بدا مذنبها وهب المسلمين تهجان كذي خلافه وزن وقفت رضي الله عنه وارضاه انت حلي وين صوت الماني وحن صوت الماني وكلا حلي فكرك يا عبد الله بن سبا والله ده حد يروحوها كو
نبي هديو بمن أيه استغن مملكة يحونك مسلمين تعيد كل الدردار من كمته عدا ولا الدردار مين واسع عد إنه أقيه هذا القرصان ودد بني ما أنفعيه صادرت الآيات القرآنية أحاديث با كجميل سكرا لون ليحيي وحالا هذا هو بحدي أهل البيت كان نبيه وحي أجيهن علم سر أو خاصة ومسلمين تعيد كل أقالو ترين علم روضون ووحي وحي الأهدان وطن وحق عدة دوري وحكا هذان وانا عقيده الفلس هذا شرطة كاملة مبادية ودين تقصلي دين بدن يكون قصلي سنتهي داد وانت قاري دون وحاسد هذا هو نغا حدقي او دياريي علي مد من ايوه ومن هو قرصين ما هاني مد من ايوه عقيده رجعنا ليرالي علي ضروره قلي دبلي وكسر النقون دونا اي هدى اصول الثمانية اصول العشرة تبقى عقيده هو وين كمي ذا رجع هذا اللي يلاهدو ايضا نيساق عودة لحد غي وحودة لحد غي وافراد اي مدى اهل بيتكو ومعصومين مقل دمان هبا يراتي سئولة كعية سكما اتونا قالت اغمات دعوه وحلها عصمة الائمة وي ويرهدين اي مدو وحيلا متها يسيد النبي هذا مقفان علمي أمدي هورية كصوص عذية غيب كان ويوذي أجيهين وحواك وقل دمان أريما يقضبنا أساس يهين وهذا فكر كشيعي وأساس يلف نظره وعقايد أساس كاملة بو عبد الله بن السبع صوبا لغي لكن وحن صوش يقني من عبد استماع هينه من قدار قداشي كشقيوها ذكر الله سبحانه وتعالى خبرد دويهين نين إنه بنان كيس صور دجا سهلا نين إنه جرال أن كسر قيام ما هني نيس كيلو سنيس كيلو بس سهلا هيا بلا باكو سنا وهاي حلي جعلي وهو كمدة فكر كرجع علي وإنه رشة كجوي يدبك صار سن حلا شيء جني لكن استوى واحد كوع عبدي الله وهاي شريعة إنهنا قفكو واحد كسر الله قش يك شيء جو شكر شرعي حل جو ما قاضي كرو سون عبدين شرعي له هيني صدرت الوكيل لما سافوري عندنا عراقي هو مسا عندنا عقيره قيبه هذا كله قال لما دائم بالله مسافري مرضى ما حق مصر بالله مسافري عبد الله بن سوا هدي وتري علي النبي طالب رضي الله عنه من كي خوارجتها ولا دا اي دي دلين وهكذا بين مده كذب الا دري حسين بن علي الى نصيبين تركي حسن وقبتي خلافة علي قداشي مركي سنة كافرتك هجرة وهيد وكي عام الجماعة ودعي حسن وكتنا الزلية كدغي قيبت يسرى مدحه وقاها معاوية وكوريتي عام الجماعة لو بحي سنة كي مدى مسلمين تو اي مدودي يستمد مركي مدكة لما قنايد يا قيب سريد كدب معاوية رضي الله عنه وارضاه افرتنكي الى اللحنكي هجره مركي يهيد بهايي وحقي ريودي رضي الله عنه وارضاه هجره اللحنكي مركي يهيد وحقي بطر يحلكي يا مامولكا وين يستغو اقنالي وانا اللوتي على سنين يزيد بن معاوية الذي هجري من كاس حلقي سي بعد يواتيهم بدن دعان ضدكنا الظلم بدن بيكاش اكتان يواتيهم بدن وضدك هو قيستين هو يترين وحاكم الله حالي دعاي قول كان عراق ليرا ذا نين إبادنا وعبيد الله من الزيان ليرا هذا بمرح وغدقي سيرا بنا عراق مشرا ليرا هذا يوم الفتن بدن هوي نبي قلنا نهرب وطنا عليه الصلاة والسلام إن بدن بقعانتا كنت الماوي حير الفتنية برايا وداني halkaas ka iman doonta meel kacdoon badan oo qalalaasa badan oo dagaal badan oo kulba nin ka soo baxo dibada biyaan jirtay waligeed Cabdullaah ibn Ziyad waxa daba nin gacan kulul ah diin ahaanna aan la amaanin buu hoggaan uga dhigay Iraq oo dhan u dhiibay raga ka hoos shaqeynayayna Umar ibn Sa'd baa kamid ahaa oo isna nin ciidamada dagaalka hoggaanka ku fiican laakiin aad u gacan kulul ahaa وحبذنا يحدو الشريعان أن أنوغا سمينا الحرم حسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بأن من بذنا وددك أهل البيت أن تاغر سنة هيلها بعراق وغصة وراق الدري وحي إذا أن أفرت أن كن إلى اللحظة أن كن بأن هاي إن أن دقال لنا ديار أن هاي ظلم أن غيب بني أمية يعبد الله من زيادة الرجل سأي وضعنا إلى مدى حسر يزيدنا معاوية إصدار سعره مسلم السمعية أمدينا آذا يقول إبساتي بارنا إن أنك تخلص لنا نويمة
صوب حي وحو سواد العراق مركا وصوب سعوده باوحا كهر يميد من ذاتكي تاغير سنة كاملة لكن قوايا عانا هايو فرزدق لدي شري فرزدق بحسين ورئيسي وحيري فرزدقو كورا العراق بانكو السعوده ارنتاس مركو حسين بحي رجل الصحابة هاي مكية مدينة شوغي ان بلان بلا تليين وحي الى ذنيو رار عراق ليسكم امنو ونمان بلان فور بلان ابا هابا انتي بلان وقالين بي ميل بنان كغاد اقاقين اذيغنا ميل بنان بي كغاد اقاق دوناني سرچو على كل حال تردي سلساسة النقاطي قدر الهي با سعودي فرزق دور حجري علي حسينو قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية غير عراق دار الطويري قلبي انا اذي كالتشيران قعني يدقال عبدين نقاطرين عكا لي كسر سفريان يو قلبي كالتشيري كدريان قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية أريد فيها دولة عيسي حسين وترددي إنه النقل دبعي خدنا دي بدكي للسعودي بوحي إلى ما هكذا كان نقل إنه ويعب سليم بان لديه كان أنا لديه كان لديه إنه هرأي السعوده أيوه قوان سلي يزيد من المعادة وحاق قاري وركا حسين المصوى السعوده حالدنا إياه لو يسوي شيء لو يسوي وجهية وحول صدري أمر سيسي عبيد الله بن زياد أرنت أنه كهر تغو عبيد الله بن زياد إيضا بودياريي وقال كان وحودي بعور من سعد نينك لدي شري ونينك لدي بغانا هلادوك عن كل لها مركي دقال كي قالتي هذا الكي فرز دقبا صوبحي وحال علي وحي تشوغي شنب قولو نين معهاني أفرتن كنتن كي يكوني من لغا معرك وحي نقضي نسي سوماري دي لهدان توقتي من عرر من اللي قالوا نيو دفريا بيحو كبحي حالات مركي كل لها تي حسين بن علي رضي الله عنه وارضاه تاري سواء رب وصوب عن دي عمر بن سعد يعود الله بن زياد وحير ما يصدح من غيالة عن اسكن نقضه اذن اسك داية ويسد يدن وحيري يقدر انا ملك منك يزيد من معاوية ودمشق شوغة يسال حق يستيدنا وحير انا دي سيبته وضعه تشابه يسال محبوسي انكو قيمنا معهنة اريغو اسك الصعدة وتاجي يكون في ذي كوي حرانتا يكون قيل مين وحير هذا لا يدايا فرنتي يتشيد على مسلمين تجهاد كي يكذتر عن مال أن هذا هكا عن سكتش هو عن سقاد انت يولي مين ده هنا اسديبتو ينا عم دقال لنا ما هاني وحكا الله نحمر يمتران اسمي ينا اسديبه مديري دقال بعد عاي باشو حسين لقدري رضي الله عنه وارضاه ملكي اللي ديرينا سيان هبرانين بالولاد بقمي ارنت اصول مسلمين تاريخ غير الله هدا ايه هذا وحو مادين كحماسي المسلمين تهي كحمالين ببكي للسعودي حسين بن علي رضي الله عنه وحاله قدر ماشا لها كربلا وانا ماشا هذا ما أطم كاللغو السنبهي اللي اسكراعي ايقا لغد هذيه اصور كقاب كدرنا الاسلام كاللغو بحي حدود الشريعة وانك بحسن قلب كوا كهل اللي دونا المآتي من الحسينية وانك هل دونا واحد كده ان شاء الله تعالى ببكي للسعودي وحاكم لها من الذي اشتري مختار بن عبيد اما بي عبيد الثقافي بعيدا كيف لا قال قبطي كاملها والله حري دور شير بالوس وصار إلا ديلو هذانا أجيش يسمد أمانينا والله سيداي وحوقوا عن صدي يزيد بن معاوية هذا مركي اللي ديلي حسين رضي الله عنه وارضاه وحير كذبا استغنى هو قريبا أجيش يسمد تبت أفري لحن كي يقول انتي يقول داري ولا يرى معاوية تم يزيد بن معاوية وكغتغي يمكن يسديد بلوب بيغن ولا واحد انتي عروتك روير يا رايان هل كان مركا اي مرايسو بربر باصو بحي دولة دي ربري ودولة دي وي بربرتي وحي السهور الرسطي إلا غيرت بي حلكي يا مامولكي ملها وحي اللي كسو صدح بحي دين عن حجازي يا مكية مدينة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه وبيع على المسلمين تاي لقالين مكة الى مدينة الى حجاز انو خليفيه دين عام مصر يا شامنا ريبني مروان مروان من الحكم يدتك يسي يقول اسكي باشري مروان باحلك الله مقع عاوي وحال لقوه يسي مروان هديو بنت كدب معاوي يزيد بن معاوية بنت ويلو دلو محمد بن يزيد بن معاوية اللي يرادو مركا يرا ان حلك كو ريتي تاسو برين دونا ويلك سعد الملك وكو بدري دونا نيوينها
نمك ريب اليوم يا مروى أمريكا حلك اللودي بي مصر يا شام كلي يا شام وحال إلى سوريا لبنان يا فلسطين يا ليرة لو كاسا قعنت ولا كشهري لو كان حجاز ومكية مدينية إلى أبنا عاصة هنا عبد الله بن الزبير باكو شهري نمك عبد الله بن زياد يا إيتشوغي العراق نمنا نمامل كرة كسر رينين ودن كينا بردو كلا خلاف دعي مامل الله بينا كلا تشابين مورالي أن يدفي عن أنهينين بين نقدين ninkii xabsiga laga sii daayay waxa ka hor 56kii xabsiga laga sii daayay baa ka weyn 14kii bishii mawlid ama rabiicul awwal hijrada markay 66dan ahayd baa wuxuu bilaabay alaabul kacdoon dadkii xuseen dilay inaan ka argoosanaa xilligan burburkii kala kaca kala guurka la joogo runtii ciidamo badan buu helay muxtaar nin dagaalka rakuu ku khatar ah aadna aqli badanna uu ahaa مختار هذه وضبها نهر عيدا كحسين لسعودي رو كمدها قال كل جنس وحوك دقى إنه جرا هذا وحنو الدار هذه لأن أيضا كدة ترى تاجنا هاي رجع حسين دري رجع رد بدم بولا يعبد الله من زيادة العراق يستي وقف تي ودري عمر من الساعات كي عيدا كفرنت وقامين يروح حسين سوقف تي حسين سوى حمد دري وحل بكت دري وقف تي وادري وحي لهذا سجل يطلب بلاد بالعراق يستي سجل يتوان كن وقف له ودلي بيش يكون قف ودلي من كستو هو أركين وعما خطر كل هاي أما يستغى فكر كو وضعونا لبع سنين وحودين يتري حسين دل كيسيبو تاغير سنة سلك عنا لغو يقينه دلت الراعين شري مستدر في تاريخ وحشي إذا سجل يتوان كابراد وحوك هاي إيرو عراق وكوفية أغاقار كذية بصري وحكومي سيدي يتوان كابلو سيدي يتوان كون عقف بردلي وي كتران رد بغانا وكاملة عيدا كي حسين مركي اللي دلي يدقال كتري وقان كي يمضح يوزينا واسوق قبتوا اللاي مختار عيدا كيسة وحا هقان يوها وعي قيبت بوليس كمضح كاها من كيسان لي رهدو وفكر كيسة إيادا معلن كأهوين يحلق عميلها ويساقا كوحدا مركا عبدالله بن سبع كدب لغو مغا عابي كيرا وكيسانية لديه كيري بعد بيش المختار راعي وبوليس كما لحكا النقضي هذا من منك الكيسانية الذي يشتري فكر كي عبد الله بن سبع حنبار صناعي وحي يسوب بدلين وحو بسيبتين لمن كان للبح المختارية المختار ابن ابي عبيد الثقافي وهو قامني حتى امرك المريس يا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وحو صدري عيدا لنك وضع كحلقة قبتله وحانا فقان عيدا كهوها ولالكي مصعب بن الزمير دلالة بلان بعد عي هجره اللحن يتضوى المركز تهي السنة يبلوهم كسو وريدين مختار وعلى قاعد كهذي اسمه وعلى سوق قبطه وعلى خارجي مدينة هدو سنية تونك بريدي وهيي وميشا تشوغي روحو كتغي وعلى ربضا مروحو شيئ تفوه هجري هرطة إمام كخلافة حسين بن علي كذب وولالك محمد بن الحنفية وحنا يجري يوم الجمل علي وحود يبي الرأي هذا محمد سويت المامة الإمام كذا بيا إمام دونية وحود في الشيخ الله يرى محمد الحنفية والنوري مركز روح عند عيان والنوري لكن يستوي ما كنت شوغا هكذا سويسري على ديسا هو سنكون تشيله وحال سو قرشي وحال نيك مختارها إن عدوك إمام تاي وجدك وجيرية وحود لي هي محمد الحنفية ومعصوم ومقل دمه وحود لي محمد الحنفية علم سر يا غيب كو اوغي هي ان عيد كلام مسلم اوغ جيرين وحولي هي محمد الحنفيه وحو هي قران مسلمين تا كلا غانتودا ان كو جيرين محمد وما كا جيره قران بن سميه او كغا بري نقنايو اوله وها ميه نيكا و خو شيغينا ما اوغي كوما نجيرو ارنتاسي علاد سبي كو كانتي مختار ابن ابي عبيد بن ابي الثقفي نيكي ولها وا امام اي ددك او اوغي ييريي waayo xuleeyahay bari baan ka ahay arintaas waxay ku bixisay markii hore wuxuu yiri taqiyo way is qarinayaa sida aan sheegay arna isoo laakiin maadaama uu dadka ku dhex jiray la fiisay u baqayo oo is qarinayaa waxa bilowday mabda at taqiyatu la yiraado ee waan ka hadli doonaa hadda ay yiraahdaan at taqiyatu 19 diini diinta markii 100 loo qaybiyo 100kiiba 90 waa waxa aan rumaysanahay waxaan ahay dadkii aanu sheego بقولكي بس عشان فمن لا تقية له فلا دين له من كان ذلك بين شيكر دين ما بلها بي لذين وحر ميسي عن كبير شيكر وفوش عقائد كعشرة ذي كمية تهايو هذا سوق الروان كهذا دونا قال انتي وسعوه وكسو عدكاته وكسو كلاته واقع سي
دينها مسلمينته تقي أساء الله سمين يعقيدة عقيدة ضبلا كسبتي رومين كران ماهين مركزه وحجر محمد الحنفية إمام كلي ماها مهديه اللي سيدي يلي سغوي مالك دنبا وحاويري مهديه أنا قوي لما تاريخ وحيشي يا سيدنا كثير يا غير كنت طوريه المركي دنبا وجل وعلى إله الله قارو حيكولين وحليك وحاوي وحباء إله الله هاتف بأي مادة قارنا الحيران وحليه وحي بأي مسودة ليه من السماء اللي تنجري وقام في سعيدا كثنتريك يسفق وراها ضمانك بسعى من الزبير دقال كي وكل الله ليس قمر من هذي ويحين جري مختار هدانا وحين نكي وحين ورعيدا دقال من قصة عنا كل مختار ومحات على وحين جري وحال إيسو الشيغول لأي وحجوري أما الله يولاها الله إنان دقال كان كقولي فندونه وراد كان ناوي دقال دقال كي بعد عينكي دي بلان بالله قاضي مختار نسي آدو عبسنا دقال كي بعد كبها لغسي يقوي سحن بوسوة شغن دقال كي أكد دقال الله تعالى كرومين أقل فرحة دي بقية قبشي دي عرب يا هاي يقول فرحة دي وجوه مختار واحد يشيكتي أين وحي يكوين من أبالغور هاي الغول الغول شيك هذي شيكتي يا واحد عاد بوكرة دوي يقولي أين الوعد الذي وعدت له بلان تاذي قادي أوي مختار وحكو يرمك تواكل بحي هكذا قال الله فاس إلهي الملك ورن يري ثم بدا له أمر آخر كد يرنك الله قمناتي إلهي بلس بدلي أريح كوشة لبين ماهين صحر صوت المعنى وحلك كسر أس قمنتي عقيدة بدا إلهي وحيابون أغين أولا كنت لقلن وسكري سنتيو صبحان قابك وحق رشي وحكب دلاتيرة إلهي مكة نوتقنه وصحيح الكافي يكتبت وصوصة حد يكون هدت وكتبت القرآن بان أخري دونا إن شاء الله تعالى حد ألا يرهده أبيك لن أنت وحنك كسو قولي من الشيك دونا هذا من مختارية لحن يتطردي هجري ومركة هاي بيهاك أقول أماتي كذب محمد الحنفية كذب وكي لهذين علي بن الحسين زين العابدين با إمامه انت عاركي تاريخ يوضا وخلافات وكتاغني والله تعالى كرأي مجران كذب مركي ودن في علي بن الحسين زين العابدين وان إمام الأئمة التابعين كمدها نعلم وخيارها ولا يدور كتري ولا عبد الله اللي رأى كمدها زيد با كمدها وحا كمدها إلا إلى محمد الباقر با كمدها هل كامرك اللي تشوف المكشي على حالي سان شهينا وكي كراتشابين قولنا وحيرا إن إمام زيد بن علي با إسكاله قولنا وحيرا إن مي محمد الباقر با إسكاله هذا بقول محمد الباقر ترى هاي رودا بيان ووصل نقول دورنا كل زيد بن علي با يله يري وأن منك هذا زيد يلا اللي يرادو وحنا بعد العوان أنك هلو زيدية محاي تهي محاي رميسان تهي محاي تاريخ ذا كسو مرتي حقيري تشوكته إن أصلا زيدية ذا إن أنت المامو صدرته وحن إلينا الزيدية ذا نمانك اللي يراه ذاي وحن إليه وحاكوا أبتر سنة يانو نصب شيغان أيان زيد ابن علي علي غوانيك اللي يراه علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وي حسين بن علي في كربلاء لقد لي ويلكون ألو علي زين العابدين اللي يراهده أيا وحسيق علي زيد بن علي زيد بن علي وحاول أشي هجرة تاريخ ومركة هيد سديتنكي وقت المختار ودى كدبوي وحنا والذي دونا هجرة ومركة هيد بقال الله وعطني اللبا حل دبا يا قلي طلان سنون من كدب منتهي لعتانكي دولة الرهب اليومية زيد بن علي من عالم وها رجل زهد لي علم قبلا لو شاقوها كتب بلان بالله تيريا المجموع الكبير اللي له انك صورنا عنه وعرق لبقى يبدأ يقيبيان المجموع في الحديث المجموع في الفقه يقيبيان لحول وقتها الامام ابو حنيفة صاحبنا ويهاية مربا لنا ويكون مترين وحاك لو لا صاحبي انتو طلبوا العلم يا كتري منك لديه تلواصل من عطاء المعتزلة آبيه صوب الله بيها كلما بلنا وين أحمرين سيكتبت تراجمتي تاريخ الشيغيان لولي منا أقول لك الميبا راد بيك قتلين لنا وحوقاتي فكرك اعتزالك يا معتزلة يواصل من عطاء وحنبار سنة لنا فقهنا وحوقاتي السغة يحفيلين أبو إيهاي وانت المامي دونه
وأردبي أبو حنيفة أردي أن قضي فقهنا حنفية ذي قاتل صادرت المركة للسوكو بيزيدية وحال إلى هذا معتزلة في الأصول حنفية في الفروع فقه يبين لي بعدنا مذهب كوي آذي حوشة بها مذهب كان حنفية ذي هذه أصيصة عقيدة اللي يمادة باب الإمامة مركة لغرها يا بنا وحي آذي شبهان ويسمت أصيصة أبا اللوة ذاقان لما كان معتزلة اللي يرادو فدرت زيد بن علي وحو حباري فكر كيها معتزلة أصيصة وانا شنتي قضب أساس كهيد وحل اللي يرادو بين المنزلتين قفك ذنوبتك كبائرتك كبعة قال نماها مثل نماهوي وحور بحيا قال يا مسلم بود حيا وأدونك آخرنا وأهل النار والنار توقوارا فين المنزلة هذا منزلنا والله لا درتوا بحياة ويو إسلام نمنا وكتبي قال نمنا أما قال نقفك دوز نيستو هدو وحادو هدو خمر عبو ذنب كبائر تكمل أبا هدو كردعو أصلك كوالي وحاوي قال نما مثل نما قربك الله ووحل لي راهدو إنفاذ الوعيدي إله يدو عذاب وانعمل كو عذاب يراهدو إلا وإلا وإلا عذابه قف دنبي طوب الله عن لقد عافيه قف شفاعة الله قوى قاضي مثلا صدرت الوح شفاعة اللي يراهدو نبي باشفاعي أولي إله باشفاعي شفاعة عبد الله يرسل صاري دنبي عذاب كم متيه مثلت إليه وحس مثلا قف نار قلينا وحيلا ينكسوا بحما يومهم بخارجين من النار وي إنفاذ الوعيد اللي يراهده قف كسدحان الرميسين بها العدل عدالة إله عادل وي إله عادل وي محسك جدا باشرة لكن هذا معنى كلا اللغة جدا وحاوي قفل سيق ريقال يا مسلم وحن نقن وكني النار ميشو قلي سوى أوركو يدي كتر الله سيق ري مجره وحيلين هبيب الله سيق رو هدون اللو عذاب عدالة حمي نقن صادرت إيوائنا أن نراهنا إله وحو سيق ري وألمها الله سيق ري مجره قفل يبوحو سمايون باركي والنفي القدر وي صادرت با عمرو بن عبيد رجو رياش معتزلة كمدها حديث ابن مسعود كان مناسبات كالكسوة الشيخنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة آخر كي وحاها ثم يرسل إليه الملك فيمر بأربع كلمات مغرب ملك بالله صدري وأفر بالله به قر أفر في ملك قر لي وحا كمدها وشقي أو سعيد قال يا مسلم حن قندونه مركي عمرو بن عبيد لو شيغي وكيف لي هذا الكاحدي انا اعمش كم اعمش حدا كم مغلي لها تينا لا تان ديرها حدا الشيخ زيد بن وهب كم مغلي لها انا وروح العيد كوما دهينا وحنا بينا ورتي بان دهي لها حدا الشيخ زكسي مقلي لها انا ابن مسعود ساق كوما دهين بان دهي لها حدا ابن مسعود لم تيزا كم مقلي لها انا مالي كما غن حفظين بان دهي لها مالي حدا كم مقلي لها انا اله ساق كوما وحيين بان دهي لها اله حدا كم مقلي لها انا صانو ما انا دون سنين بان دهي لها هذا الكجري العقل ضعفه الكبير العقلي ميزان الاعتدال تزيد ترجمة عبد بن عبيد قد كيري مسألة لا سألو رجي ذا أصوشي وحاكمي العدل إلا يحسيه قري ماله إلا ديده ولا دينيه رأي هذا هو معتزلة ركب له كتبته ولا أخرين باكرة إذا مخسر نكلا محمد بن عمر يا كشاف في إسكاله ومعتزل فكر كاس القرآن كهوست كهذا قلنا يا إسكيل عليه هدي هذا نسي كتاب كي من المنير الانتصاف مما في الزمك كشاف الزمخشري من الاعتزال أبدا كتاب كهي سنين وحلا غير وحبين الكود السيو على كل حال أصل كان والكويس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكبيرة بس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه هذا وحاولي أئم ماذا منك الظلم يجائر هدوية منك مرحلة فاسق هدوية أما مبتدعي هاي والظلم يصدك وصوغاره وسن إمام عادل أهين وإن لرد غالما وإن سحوك يسيفت الله قاتا وإن للرياح ومكاس واتش بيارين تاين لسميه الورك يصلى مقلو الله قان سمنا خير يشر في الدور هك وفرع ما بنانا ولو مسألة داس أين لك اليوبين وانا معتزلين كريك وهاين وطوائف يكو حبا ذانو أئمة أهل السنة كمده أي مذهب كعقبان
laga yaabo dadka qaarkeen ay u haystaan ninka xaakimka jaahilka in lagu baxay inay la banaanin inay ijmaac tahay misal sharh sunnah kaga soo hadlay misal aan tawaif ahli sunnah qaba ninkii yaroo faahfaahsan doonayana alcawaasim walqawaasim lilwasiir juska sideedaad alwaabu الثالث والثلاثون faahfaahinteeda halkaa waad ka heli kartaa waxaa kaloo ka heli kartaa xataa minhaaj sunna ibnu taymiya uu leeyahy waxay leeyahy culimmadu saddex qowl bay leeyihiin ninku hadduu fisq iyo bidco ku dhacay imaamka ahaa tegadiisa si otomaatigu sharcan u waayayaayo culimmada sunnada qaar ka mid a qabaan waxay leeyihiin taacaba ma laha imaamna ma aha wax xukun iyo talo u leeyihiin maba jiraanba qolada waxay leeyihiin maya qolada waxay leeyihin sari qudaada hoose ha la kala qaado sida shekhu islam ibnu taymiya uu ku leeyahay kitaab minhaaj sunna calaa kulli xaal masaladani sida raajixaaniga ay leeyihi waa inayna banaanayn sababtoo masiidooyin badan baa ka dhashay laakiin waxaan rabaa inaan iraada keliya waxaa weye muctazila iyo zaydiyadu masalada keli kuma aha tawaaif ahlu sunna a la qabta marka usuushaas muctaziladay qaateen saa darteed waxaa la yihi muctaziratun fi lusuuli xanafiyatun fi lfuruuci zayd ibni cali radia allahu canhu waardaahu ninka la yidhaahdaay markii uu soo gaaray waqti kadib wuxuu joogay xilligii hishaam bin cabdilmelik khilaafada umawiyiinta u hayay waxoogay raggii maamulka joogay dhinacan ciraaq iyo maamusuulintii muzeed wuxuu ka dareemay inay si aan fiicnayn ula dhaqmayaan si loo cadaadinayo waxa uu jeclaystay inuu hishaam la kulmo uu ugu tago halka uu joogo uu soo aaday dimashq buu soo safray war baa la tabiyey oo waxaa la yidhi hishaamna waxaa la gaarsiiyey war ah ninka zayd la yidhaahdo wuxuu isu diyaarinayaa kacdoon hubaysan war baa lasii tabiyegow waxaa yimid zayd oo socdaa yimid wuxuu yidhi ninka odagana arkaan rabaa buu yidhi meeshii uu fariisan jiray irideedu yimid waa loo diiday inuu galo wuxuu yidhi walaaq buu qoray u diray wuxuu yidhi u geeyey warqadda waa loo geeyey markaasuu wuxuu usoo qoray wuxuu yidhi isaga noqo meeshii aad ka timid waan ognahay xaalkaada waa uu diiday inuu noqdo ilaa wilaa waa inaan arko yidhi soo daa yidhi markii dambe markii waxoogay la fadhiistay buu wuxuu ku yidhi hishaam baa daandaansaday oo wuxuu yidhi waxaad rabtaa miyaa marka zayd hooyadii dadkii addoommada ahaa bay ahayd adoo hooyada addoon tahay bay xukun haweysanaysaa miyaa buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi hishaamu haddaad rabtana waan hadli haddaad rabtana waan aamusi markaasuu yidhi hadal maxaa u aamusi markaasuu wuxuu yidhi ninyahow nin raga hooyadii meeluu mudan yahay kama reebto ismaaciilba nabi buu ahaa hooyadiina addoon haajara ahayd aniguse inay cali iyo faatimiya dhaleen miyaadan ogeyn hadalku waa ka xumaaday wuxuu yidhi hore iska noqo wuxuu yidhi waan tegi laakiin waxaad dhibsata maahane waxaad ku faraxday iga maqli maysa saasuu kaga soo tegay marag si hanjabay sooma hanjabaad baa lagu soo kala tegay waxa uu bilaabay marka dagaal hubaysan markay hijradu ahayd 122 buu kacdoon hubaysan sameeyey niman badan baa waxay u ballan qaadeen sidii awowgii xuseen ibni cali inay garab istaagayaan markay dhabtu noqotay ee dhabta lasoo gaaray baa lakala dhuntay 500 oo nin baa kusoo hartay oo fardoolaya dagaal baa dhacay halkaa wejiga ah bay fallaari kaga dhacday waana geeriyooday raximahu llahu tacaala waradia canhu marka uu geeriyooday nin isaga uu dhalay oo dagaalkaa la socday baa raggii baxsaday ka mid ahaa dere bani umaya way raadiyeen isagii raggii la socdaybe dhulkaa ilaa afghanistan buu carar iyo baxsad ku tegay wiilkiisa yaxya la dhihi jiray yaxya ibnu zaydin afghanistan inuu tegay waa laga war helay maamulkii halkaa joogay baa loo diray waa la soo qabtay 125 markay tahay 3 sano kadib aabihii baa halkaa lagu diray isagana markaa kadib laba nin oo reer madiine ahaa baa arrintii ka carooday maxamed ibni cabdillaahi
نين لديه الشريف من الحسين والنفس الزكية لو يقانون عابدها إيه ولالك إبراهيم بن عبد الله باكعر الأرنتي محمد بعضد بضن بأبا بولي آدم مدينة وضن بايستقب بايع على لقري وحال لو يديها كهسد ربني أمي حذكي حوق هايستا إمام مالك بانا مركا مدينة شهو مفتكا وحال لو يديه من كان بايع هذا للد لي للي هذا إمام كل كلام وان عزل لي واشتغل وان كقادني ربني أمي حاقنه كوران بايع هذا ويبنانته هي قلبه وحال لو نمان ربني أمي بايع عن لقى الله محاجرة ورطاوا الله إذن كو قصبية قلبه وارنت درتت وقد الإمام مالك تل حري الله قراعي ومركز دم بقعناها يبدو اللابن وهي قعنه سموك تكن ايو ساسا يقول للمنشد المالكي هذا قعناه إلى الميان صوت الإمام مالك سي قعناها لا يحر حري لو قراعي يارنت عدرتت وقعنه يكرو اللابي وهي واقع دم نمانكي الرب بن يميا وين مقلين نمانكي خلافة هستي وين مقلين عيسى بن مهانين ليرا هذا قبل كوحر سارابا الله صدري دقال حن بعد عاي محمد بن الحاج النفس الزكية ماشي بقى لابد لي وقالك إبراهيم بقى كعدور هدانا السلمية ولكن ولا دري حل لغا انت كدب بيسي يمنك زي ديادة اللي يراهدو ويسكتها بربيلين لكن ويك على فرحادين ويك على عرارين ترتان كودو كمبدأ يا مذهب يا فكر رهان لواقع يبوض بوقع سمين ان عراق قير هرتي يعني دنعا فارس اللي بيشتري ايراني دينمية طبرستانية الى افغانستانية حقا وعري وبدي بناء عيو عرين با مدكة الدولة لي كل شد لما كي فرحة تكون بحثة دي دولة لي شد لنا عن يمن انت على سوق قال ان من الانسر علماء الله كمدا محمد ابراهيم طبع طبع ليرادو فهجر المركة بقول صغار يستقعشن اهيد اي قارتي بو قعدون قسمية كعراق وكوفو قبصدي تبضان بابا يعلق قلي ولو واحد يركض بلقاط كهذا لكن انت وماشي تشوغي وركع الدعاء لك على دري لبنين ولا له من قاسم اللي يرادنا مصر بو دري من ابراهيم اللي يرادنا يمن بو دري واسيدا مذي بريتان كاسي من قاسم الله بقول يكون في جيره مركي هين لدري الله بسنا كدب كعيون كيسي لبنين من او دري من كل يمن تغيبا مذهب كالزيدية يمن كوفي دين دونا قول ذي حقا ديرم يطبرستان وعررتين مامل بيسامستين من حسن أبو من اللي راد الحسن بن زيد بعد دولت كعاساسي دولت كعاساسي مقدر بيشترتو سنة يا سلاشن سنة بعدين عن فارسي إيران دولت زيدية هي أي كترتو إسماعيل هذا هو لدى غالمتي حسا هاتين منك زيدية ذا اللي رادو دولت هان هاو ترتو راد بلنا هكتكتو دولت هان ومين اعترافين أو حيلان حسن بن زيد منك اللي رادو شروط إمام الله مالها ماذا مسترنا يلو تاسع يشرته بانين الإمام الهادي إلى كاوه اللبحي هدوة الرستان شوغي الداعي إلى الحق اللبحي ويا وحاشري موضوع حاشرتي إني معنى ساسا لغابحه عباسين في وحي لبحترين المقتدر بالله المستنصر بالله المعتز بالله المعتصم بالله ساسا يشرتي إثناء الداعي إلى الحق اللبحي من اللي يرادها الدواء الغوذي كميرها او يحيى بن القاسم اللي يراده واهل هادي الى الحق اللبحي بو مدينو دقنان شري مركب دمارة وحود دقنان شري مغالا رف اللي يراده الرياضي يقول قبل كان مجد كله يتهامة وبحيسو دقنان شري غير يمن بعد دعوة ابراهيم بن موسى با كف دي ملكا يكف دي كده بسي وصو عدران سهوس وقرسودية هل كاسو تي دول العباسية انا وحقي واقع وايد ضعيفتي السير بربرتي مركا لابا بقل يسجلت اليافر يجرد التهي وهل كان دولتك غابة واقعي صلي قري عاصمة دي دولة هيتي مقالة اللي يراه الصعدة حلقة صنع ما هين دولة الصعدة اللي يراه دو بيصلي كبكتين دولة الحلقة اللي قصوا بالله الى اللح ذن يجي اللح مدح ويني الصوم مرتي بيامن كل هاين الى دولة الخلافة العثمانية اي بابيسي كذب بوراها يمن بيقالين كعدو ما يسمين شرين حلقة دولة دهايين اسماعيل يدي من كان بهرة اللي راضي قرامة هذا بيقات اغلا دقال من مالحس حلقة اللي سوق قاري دولة العثمانية اي ضعيفتي بيهدنا دي بسوع شدين
oo yaman ay la wareegeen ilaa la soo gaaray 1900 lixdan iyo labadii inay hadaan maleen kaadanka militaryga ahaa oo afgambiyay ee militaryga hadda joogay koonfurta yabanta ay qaybsan jirtay ilaa uu qabsaday yaman bay waxay ku lahayn saldhigga ugu weyn oo dowlad ahaan ay uga soo jiri jireen intaas waa jiritaankoodii dowladeed iyo meelahay soo mareen fikirka hadaba ay rumaysan yihiin nimanka la yidhaahda shiicada zaydiyada ah waxaan qayb baan soo tilmaamay oo waxaan idhi usuusha shanta ah muctazilada in la wadaagaan amru bilmacruufi iyo infaadu lwaciidi bayna almanzilatayni alcadlu iyo atawxiid tawxiidkana waxa weeye sifaatka ilaahay oo dhan la diido ilaahay samici weeye samici weeye basiir weeye waxas ma jiraan bay leeyihiin ma ogola sifaatka ma ogola qadarka ma ogola shafaacada ma ogola waxay leeyihin qof kabiiro sameeye muslimna ma aha gaalna ma aha nin madaxoo dulmi sameeye aan fisqi iyo bidco ku dhacayna in laatay cama banaana intaa waa inta ay muctazilada la wadaagaan arrimo kale u dheer arrimo kale u dheer waxaa weeye waxay leeyihin imaamada aalubeydka iska leh oo cali baa iska leh cali kadibna awlaada faatima iska leh calina caruurayn faatima u dhalin maxamed alxanafiya dad badan buu lahaa awlaada faatima iska leh iyagu halkaasay istaageen ama awlaadu lxasan ha noqdo ama awlaadu lxuseyn ha noqdo ninkii shuruuda la rabaa laga helo hadda ka hore nin uga soo horreeyo bayco lala galay uusan jirin uuleeyahay bay yidhahdeen laakiin intabi iyagu maynan dhihin aimadu waa macsuumiin oo maqal damaan mayna dhihin midda labaad aimadii ka horreysay cali oo cusmaan iyo abuubakar iyo cumar ahaay maynan caayin oo wax maynan ka sheegin waxay leeyihiin cali baa ka fadli badnaa laakiin ninkii fadliga badnaa ee fiicnaa uu jooga nin uu ka fadli badan yahay xilka waa loo dhiibi karaa cudurdaarar badan bay bixinayaana waxay leeyihiin cali radiallahu canhu wuuna da' yaraa nin waxoogay kulkuluwa adagna wuu ahaa dadkana musiibo weyn baa ku soo degtay iskumaynan wuuhuusameen muslimiintu iskumaynan raaceen nimaan abuubakar ahayn saxaabadu waxay u arkeen marka iyagoo og inuu cali ka mudan yahay fitno inay ka dhacdaa laga yaabay saa darteed baa abuubakar loo doortay marka dhib ma laha halkaas iyaga marinayaan manaa saxaabadii abuubakar xilka u dhiibay ee cudurdaarna ay u sameeyaan ay isku dayayaan sababta qolada kale ay ku kala fallaagoobeenna qodobkaa wey oo markii zayd ibn cali looga baxaya dagaalka waxaa la yidhi imtixaan baan kaa qaadaynaa abuubakar iyo cumar gaala ma ahayn mise ma ahayn xiri ma ahayn khiyaaru lmuslimiin bay ahaayeen waxaa yidhi bas makrafadnaaka markaasu yaadum raafida nimankii diiday baa tihin raafido nimankan itna cashriya jooga la yidhaha waagaasay soo raacday oo zayd baa u bixiyay halkaa waa halkay isu qabteen isu khilaafeen waxaa kale oo ay nimankan zaydiyada muctaqadaadkooda ka mid ah inay leeyihiin zawaajka mutcada la yidhaahdo ma ogola taqiyada waxaa la yidhahda isqarintana ma ogola mutcadu waxaa weeye islaam baad halkan isku arkaysaan waxaad leenaa toddobaad inaan ku guursadaan rabaaye imisaad iga qaadan waxay ku leedahay intaas ma ila gorgorta ma intaa maaha maaha toddobaad baad ku heshiinaysaan iyo qiimo toddobaadka meel baad tegaysaan reer degan baad tihiin toddobaadku markuu dhammaan automatic bay u furan tahay lacagteeda inaad siisay jaarkeeda siisa wey zawaaju lmutcaha saa wey ilaa hadda xarabka ninkii tagaay qoleen iraan ka yimaada inta kuu soo dhawaado ku dhi mutca ma rataa mutamarata saa darteed muuse almuuse nin la yihahdo culimadooda ka mid a arrinta aad buu iyaga ugu dhaleecayaa shiicad ku tasixi kitaabkiisa la yidhahdo nimankii haddaba ma ogola la yidhahdo zaydiyadu mutcadaa ma ogola waxyaabaha diidooyin bay ka mid tahay guud ahaan ahlusunnaha waxay la wadaagaan cibaadaadka kale oo fiqigii furuuci maadaama aan nidhi xanafiyo weeye wax badan oo kale ay la wadaagaan laakiin masaa'il yar yara baan ku kala duwanahay aadaanka markay aadaamayaan shiicada kale wax la wadaagaano waxay yidhaahdaan asaxiya cala asalaax xaya cala alfalaax asalaatu calaa khayri alcamal bay ku daraan xaya calaa khayri alcamal xaya calaa khayri alcamal laakiin hadda mombaasa haddaad tagto qolyaha shiicada masaajid haddaad tagta waxay maqsay aadaanka ashhadu anna muxamada rasuulla markaad dhaafto ashhadu anna caliya waliya allah la aadaamaya ma maqashan wey hata halka mombaasa lagu tegtaa nairobi ma arag laakiin mombaasa aan garanaya inay dhibsileen marka iyagu intaasi way leeyihiin mahdi muntadara oo mahdiga la sugaya nusuustu sheegtay iyagu ma rumaysna
إمام غائب مقنو سامراء كب إيمانا يانا مر ما يسنع طيب يقول وحيوان يرسم يسنع يكذب بوجهين بيك متاح فاصدرت نظرية اللي إلى العقيدة اللي إلى البدا إلهي وحن من أبوين باشر وكسوا بحيانا زيد يولي مر ما يسنع فاصدرت بوحال اللي إلى هذا زيد يولي كروحها كروحها الشيعة وقرد الصنبة أغدوي قرد الصنبة أغدوي waxay uga dhawdeen kuwa kale dhowr arrimood aymadu waa macsuumiin maynan dhihin ilaahay buu xusan ugu inbaa u soo baxaya maynan dhihin taqiyad diinta hal la qarsado hal laga been sheego maanay dhihin imaam qarsoon oo la sugayaa jira maanay dhihin mutacala maanay ogolaanin saxaabada maanay takfiirinin oo maanay caayin quraan kala jira oo aan mid kan ahayn maanay dhihin keliya waxay dhihin cali baa abuu bakr iyo cumar ka fadli badan الشيعة المفضلة لنا مركز الشيعة على علي كفر بشيء أبو بكر يا عمر وأنا خطأ إلا كفر له وعمر يا أبو بكر ما كفر بنا علي بنا ابن الشريبة نبي غانين بدن كم مقرأ مرئي كبدا استغوى لهم مدن وحاو خير بدن نبي غير كذب أبو بكر ثم عمر علي نما نبيت كده يشير رضي الله عنه وارضاه ولو تأي كقل بيهين فكرة اعتزال كي قاتل نهدي حكم المعتزله ده مركز الشيعة يصمد الكلاقي يصمد الله قدره إلا ولا كان أرنتاس قيوش الزيدية دي كاملة باكتها الله بسهل وكف الله قوي لمن جارو دي الله يراهدو أرنتا ويدي دين ووحي يقول الزيدية شيئان ايه بل في التوصى وحي اوقاتين فكر كي شيعان كلاها ان امامه اي نستهي ان الله عيد الله لي عدي عربا امامه هين تري ابو بكر يا عمر يا اخاين توقع هاين لمن جارو دي الله يراهدو زياد من مندرين اللي يراهد رعسا oo isagu dhashay 150 jirad markay ama 160 mid ka taraajumtiisa muhaddisiinta ayaa u tagto waxa uu leeyahay kana ka daadan wadaan been ala hadiis midkaas sameeyay waha waxa la mid ah iyaga fikirkooda qayb la qaba niman Suleymaani la yiraahdo oo raacsan Suleymaan ibn Jariir ama Suleymaan ibn Jariir la wada la yiraahda oo iyagana aan ka fogeyn iyo niman la yiraahdo Batriya ama Saalixiyya la yiraahdo qaar waxa lagu dhin Suleyshiyya صدح ذا قرأ با سجارة وغفل لاغوبي فكر كي يمدك زيد بن علي انتي وضلي يا احفادي سيحايا رب ذنو عرمض وذي كمله مركب مسلمين تي اكتبت يا قريان ويكتغ ان مدك زيد يد وصنع النقدان سيد العلامة الوزير اليماني العلامة الامام المقبولي العلامة محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني صلى الله عليه وسلم كنت اسكاله محمد بن علي الشوكاني انت الاوطار كيسير وجرار كي اسكاله رقع صوداني رجع عرمد أبو أوريناي أبو بطف السيرين مدب كالزيدية مكا لا يسمح قاله تريتان كودو وحيو برنيه يمن غالي النجران السعودي غاي حدود كليهين وحير باكتشوغا ديان كودا بلانكود وقبائل كاليمان يقولوا يمن توقوي قيبت لا يقيبت كونفراد معها وحيو بنانت لأن هدى أبو أوريناي السعدي وقت غانا تشونه توردي دوري تدواتن يستغال كي ثورة الخميني وشي كدن بيه boqolkiiba 80 waxay isu bedeleen shiiciga 12 ay u wareegeen oo dagaalkii waa dhawayd uu gali jiray al-Hawsi ninkii la dhahay jiray iyo fikirkii ay qaateen oo fikirkii ay iyagu ayna lahayn oo saxaabada in la caayo in la takfiiriyo bay badan kood qaateen soo dartay nin hadii muarikhiintooda kamid ah oo Nisaan al-Himyari ilaa ilaa kitab waa dhawayd qoray waxa uu leeyahay walaysa fil yamani min al-Zaydiyyah ila al-Jarudiyyah Jarudiyyah baa isugu soo hartay oo qolay saxaabada caayay jirtay كليه سوي سو هرتي ولا فكر كا قادتي إن عنا فقهيات كي زيدية كا إن عنا عقائد كي يوصوشي إن عاكر أوريري أذان كي بلا تشغابا أم لينا يا مركا أذان كي كدب فأقولك لو حكتها من دون إن شاء الله تعالى وله أعلم بي يمن بعدين يغي أبدينيهن فقهيات كرسميات كي يمني وإسك الزيدي دارهان وقوي يمن لا دا قوائل كوضو سنة دو واحد بلان باقري الله ونحرسته الشيخ مغبير رحمه الله تعالى مغالي سلقى قاقا اوهان شرطة عاصمة دي الصعداء هيد يدوكا واحد بلان با الهي كو انفعي وسنة دو عيقارتي ايغو حكم كوضو وضد مسلمين لكن بدع كتلة بدع اي كتلة نحاكم دا قرية دا امامة دا فضل تفضيلك عالي لغا فضيل ايو اصوش المعتزلة دي اي قاتين لكن قيبها كفر لاغوبي الصحابة عيد ودي تكفيرين تودي مبادئ دي نمك اثنا عشرية الله يتبان لياشا اما دلح لها قاتل فكر كودي قاتل نمك دلح لها سمرية ويا قانان
يا أخوة مركان كهر لأنه فالوحى يهين قال يا مسلم اتقدونا إن شاء الله تعالى قيبتها سوحيها قيبت الزيدية أمركي علي بن حسين زين العابدين وقيري يوذي إمام أدام زيد بن علي بايسكاله مستولالك محمد الباقر بايسكاله حلقة قردي دنك أوتشفتي بيهايد قردي دنع محمد الباقر أوتشفتي ومن كاسو الليلة أبو جعفر الصالح أبو جعفر الليلة قلاشي وحي له دين وحايسكاله إمام أدام ويكيس جعفر من محمد الصادق وأبو عبد الله الليلة انت انوغ هي خلافات صاص والله تعالى انكره ما ننقار كتب التاريخ هي فرقه جعفر الصادق قدم وهو حكيف رد الله صوت دغخ دغاي اي اهيد ني ولي بمبركا ودمان ايو امامه عرتي سويلك هو وين با اسكله وحنا لوو قري كتبتودي ددكينا لوو اقريي انت سي وحي الهي اني تهي وهو الهي بخيه اي تهي والهي نين هدو دمان اي امامه وإمام نبادي إساقه على مسارنا ملك عررتي سأهويني أوليهي ملك أسنا عررتي سكوسي وين أوليهي جعفر وحاول على عرر دورة وحاكمده هوينا إسماعيل بن جعفر وحاكي على موسى الكاظم جعفر النول بويك إسماعيل بنتي ملك إسماعيل بنتي كدل جعفر كي مدة كدبو دنتي بالايس قبصدي وريا الله كي نسكو غينا نري ووحي إلهي ملك أموين بايس كله اسماعيل بوها اسماعيل لو يرو أبو محمد لي إله ذا كرة قال وحيرا ما مبارك بلي إله مبارك بلي إله ذا وين بوها مس الله بوها بتاريخ يسكو هيا ما محمد كل يوم مس أحمد مبارك بها هيا مس من نبي متران اسماعيل وحبك ما تجن وصيح قول رقم مبارخين في تاريخ إليهن قالوا وحي لا يان مايا ورنا بيه ونول دنتي إساقي بكو دنتي كدب أضيكي با إمامة دي سيها يي تنين دنتي إمامة لغو وريتي يي وحبات تاري ميسة نيكا كير موسى الكاظمة ننفي عنها إساقا إمام كيه لغو وريتي يي قعبا كيرتي قالوا إسماعيل باهتره واني منك إسماعيلي اللبحي قالوا كلنا واكيرين عقيدة لي البدع المختار الثقف وصوب اللابي طال سيئت كيي بدال الله في إسماعيل ما لم يبدله في غيره بليد إله إسماعيل جريدي سأبيه النور بنتي وحاك غصوا بحضي أهرين أولا كتلة جريلو إيادو كوله بعنى صومري وحوهو تلقى إسماعيل أبيه كدب النور هذا وإمام الخلاص كي النقضة إدين تعصاص كيرين للرمية موين لقالوا بي النقضة لكن إله كنوبة تلقرنبا قرشها نقولوا تلقرنبا إن إسماعيل إمام دون أبيه النور وعقيدة البدا وحالنا وحكسوة المعنى هكا وحاكو كلا تشبي لمن كان ليرى الجعفر يدا أم إثنى عشر يدا اللي يراه له إيه لمن كان إسماعيل يدا اللي يراه له هذا إثنى عشر يدا هين وضم بيسا إسماعيلية المحاد أحيد حلقة جعفر دبا ياقال حياته دي سياح وانو فرقو حاشرت الذي يشري الخطابية وحانا مضحوه وقانوها أن الذي يشري أبو الخطاب محمد بن مقلاص الأسدي نكا سيوحوها فكر آلو حكترة وعروي آلو بذن ودينتو واللبا علم باطن علم ظاهرة ترة فكر كاسو حنبار صناي وقبي وقرأ إمام شافعي وليهي تذكر أهل البدعة أقبلوا شهادة الأهل الأهواء إلا الخطابية تذكر أهل البدعة شهر مرخاتبه والله أقبالي كرا مركي خطابية الله قرره كوا مرخاتبه ذين لا أقبله وبنانا أبو الخطاب الأسدي محمد بن مقلاس منك اللي إلاله من كاسي ثقر ديو دورة باكو حرنا وحاكمي لأني الذي يشتري المفضل بن عمر الثقفي أوحان ليه هاي المفضل بن عمر الجعفي وحاكمي لها من ميمون القداح اللي إلاله مفضل رجي أرد ده هاي وحبالي منك هدي هايين استغنى أرضي بو سو صاري لديه الدجرة سو صاري دونا ليلة محمد بن نصير وفرقة نصيرية نكا أصافي كواتر سنة إساء هذا محمد بن نصير معلن كيسوا مفضل بن عمر الجعفي محمد بن عمر الجعفي معلن كيسونا وأبو الخطاب الأسدي محمد بن مقراس نكا ليلة ميمون القداح ودول العبيدية الفاطمية نكا كواتر سنة دونته معلن كيسونا وأبو الخطاب الأسدي نكا ليلة إسماعيل يدك
أنت واعي تراسيين إسماعيلية المؤرخ هذا أبو حاتم الرازي اللي يراه ذو لما كتاب ليه كتاب تسلته مقدس كه إسماعيلية اللي يراه أم الكتاب أم الكتاب اللي يراه مرضو وحكسوا قولين دون آياتها قرآن كيغو قرآن إيه كتاب الزين اللي يراه ذو وحكوله إن أبا الخطاب من مؤسس المذهب الإسماعيلي رقصوا أساسي وكمليه سيكا صباحا نقطه مفضل ابن عمر إنه اسمه لفتيسو قرآن حرير لها قرآن شيعة هذا شوية زيتنا عشرية نينك الكشي أي مضى ذا كمدة كتب الرجال قال الرجال الكشي اللي يراده فقصص كي التاريخ وكسو قول لي سيكا لفتيسو وحن ربعين عن إراه هذا نينك اللي رابو الخطاب الأسدي بفكر كإسماعيلي جاه أساسي يقوم إيه الله فضبر يا معالي نوه نينك اللي رابو الخطاب الأسدي هذا بقى وحاو سميي رجع أرضبع إساقا كتا عصري باوحان الميمون القداحي مفضل ابن عمر باكمل مفضل عمر وحان كهد دونا مركا النصيرية لكه الله يعني يساوي لان قولا عاسو كبية لغي هل كاسو كحب سيكتي وصمتي فيا وابايدي هل كاسو لغي ميمون القداح من كلا يراه ذو باوحوها نين آلوه عرسو خطروه وحولها ويلي فخذ شريعانا وحبدا كي يقانا فكر يا مبادي بدنا وفلسفتنا الرميسان وعبد الله اللي يراده عبد الله ابن ميمون القداح سيقول في سوحة الأولى أقالين فكر كي باطني لهاي عقيدة دي أبو الخطاب الأسدي ونشيك دونا إني في ريان وحيش شوغن عراق هذا العراق شوغن دل أربعي كالادرين عراق دنع عراق الله وقع يود بهان شركي وليهد قيب عربية يقيب فارسية قيب فارسية وحالو دري من مجي عيسى الذي يشري القاشاني وكتبت المعرقين في التاريخ ذو أي كل شيء يعني مجي عيسى الذي يشري عبد العزيز القاشاني من كاسي عراق بو تغي ضد لنبو تأثيري آخر كي الدولة بو آساسي وحاك رأي كل من نينك ميمون القداح ليلاني ويلكيس عبد الله وحي الله كل من من اللي يرسل حرب حمدان من الأشعث حمدان قرمط اللي يراده ويستغنى فكر كودين توقاتي كوفلت هذي وعديستي ودولة القرامطة منك اللي يراده القرمط حمدان قرمط منك يكون أفتر سنة يسا واختي وعلا ما ديبا هذا إن شاء الله تعالى شكد دولة القرامطة استاكتي وهل قرن جزيرة العرب إلى عراق إلى مصر أغار كده قارتي او الى حرمين كسو قارتي او الى كعبة حجر الاسد كلا تكتي والله لا تنسانه صدح بقل طوال يساقال الى صدح بقل صدر يساقال لما قنا ورح صدح قيبول اوكلة تبيه اوكلة تبيه او الى ضل غط المامي نور يصدن كل ايهين حرم كبديسة كل ايه وعيرك زمزم كقنقري ان شاء الله تعالى بريبان كشه كيد دعنا وانا الدولة دي كوبات اكاد على ته عالم كمسلمين تا وشيعة له كو دولة الشيعية لتا تاريخ المسلمين يمد مسلمين تي سوچرتي با دولة القرامطة هاي مركا يدنا الحبيب دمان ان شاء الله تعالى ويهدى دام باللون الى كسو عليني مروى لبن نقن واختلي صلاة نوال لقاري حبيب دمان وحن كهل لدونا الفكر الاسماعيلي قيب كمدة اوه قرامطة يا عبيديين تي قرامطة الله وقي وضعها يمن علي من الفضل دولة يوهوكا من اي قرامطة يوحي سميا اي دولة بصلقة دو بحرين قطر قول الله بري سعود الاحسان ليلة صلقة وهايد كوفا اي بصرية قرصتي مصر كدو شي حجاز يا حرمين كي حجاجة تلت هل قرن بقول اي وحوغي سنة شرتي مركز دمان اللبابي يوحي سميسي هل كدن بيسي دولة القرامطة وانكهل لدونا ان شاء الله تعالى